في هذا السفر، ولكن قال وأن تصوموا خير خير لكم. لكم. نعم فإذا يعني يختلف نعم باختلاف الأحوال والأماكن والأشخاص والأفراد. نعم سبحان الله، والمسألة مبنية على التيسير في المسألة نعم وعلى الاستطاعة. على الاستطاعة. جزاك الله خير. أيضا في باب الأعمال الصالحة وفي باب الإكثار منها لمن كانت له همة عالية، هناك عندنا كما يقال طرفي نقيض. هناك من يتشدد ويتنطع وربما يكلف نفسه في مسألة بعض الأعمال الصالحة إلى درجة فيها مبالغة، والبعض الآخر ربما يقول والله يا ربنا غفور رحيم وقد لا يقوم بأعمال صالحة ميسرة له ويستطيع أن يفعلها لكنه يفرط فيها. النظرتين هذه والاعتدال بينهما فضيلة الشيخ. التشدد ليس بصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أدومها. وإذا يشدد ويسهر ليلة كاملة يوما أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين ثم يترك، وهو خلاف الأفضل خلاف الأحسن. وإذا أفضل الأعمال أدومها. والذي قلتم أخيرا بعض الناس إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم، هذا غرور، إن الله غفور رحيم هذا صحيح، لكن هذا الغرور لا يجوز للإنسان، ينبغي ألا يذنب ولا يخطئ ويعمل بالعمل الصالح ويتقرب. إذا عملنا عملا صالحا لا يجب على الله أن يقبل منا ولا أن يقربنا إليه، ولكن فضل من الله سبحانه وتعالى، وهو يقرب الذي يعمل العمل الصالح إليه. فإذا على العبد أن يجتهد اجتهادا بليغا في العمل الصالح، ولكن هذا على سبيل الأوسط الدائم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الوسط في كل شيء من الأشياء، لا فرق في بين العبادة وغيرها وبين الأكل وغيره، هذا العدل ينبغي أن يكون في كل شيء من الأشياء. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا في باب العمل الصالح في قضية اليسر والشدة والتنطع يعني التسيب إن صح التعبير، في قضية أن يعني حديث يحضرني للنبي صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما فإنه أبعد الناس على الإثم، في قضية التيسير والتشديد في الأعمال فضيلة الشيخ. خير صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم التيسير ليكون تيسيرا على الأمة. ومع ذلك في بعض الليالي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما طويلا حتى تورمت قدماه وسكت واشتكت قدماه إليه صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها لما تتعب نفسك يا رسول الله هكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فإذا التشدد وإتعاب النفس في بعض الأوقات جائزة مرغبة، ولذلك فعلها صلى الله عليه وسلم، لكن لتعليم الأمة قال أفضل الأعمال أدومها. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. وأستقبل بعض المكالمات. الأخت سامية من السعودية، تفضلي. تفضلي أخت سامية. أخت سامية من السعودية تفضلي. انفصل الخط. طيب الأخت سامية على الخط. طيب الأخت بشرى، بشرى من الإمارات. الأخت بشرى تفضلي. طيب انفصل الخط. الأخ محمد تفضل. لو سمحت يا أخ محمد توطي على صوت التلفاز بارك الله فيك. لو سمحت بس على صوت. الله يسلمك بارك الله فيك. عندي سؤال بخصوص الغيبة. نعم. يعني ما اسمها الا يعني
كفارة عندها حق الغيبة. وعندي سؤال ثاني بخصوص الصلاة، يعني أنا الحين وراء الإمام. نعم. فأنا يعني كم أكدم إمام يعني قد سألته وقال لي يعني في بعضهم يكون عنده جائز يعني قراءة القرآن لازم تقرؤون الفاتحة يعني. هذا أنا يعني تفضل. تقصد قراءة الفاتحة بعد نعم. قراءة الإمام؟ أيوة. في بعض الأمة يعني أيوة. يعطيك مجال وفي بعضهم نعم. لا. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاك الله خير إن شاء الله. الأخ علي من الإمارات، تفضل يا أخ علي. السلام عليكم شيخ منصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الله يسلمك. بارك عليكم الشهر طال عمرك. مبارك على الجميع، الله يسلمك. حياك الله. الله بوينا بس نسأل فضيلة الشيخ. نعم تفضل. خصوص إذا كنت في وقت الإفطار، عفوا في وقت السحور. نعم. ويعني كنت أشرب وسبحان الله أذن علي الفجر. نعم. فإيش ممكن أسوي يعني؟ هل إني أنا أدفع وإني أكمل؟ طيب إن شاء الله. ياريت في دون طال عمرك. إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاكم الله خير. وإياك جزاك الله خير وأحسن الله إليك، شكرا. نعم. الأخ عبد الهادي تفضل. تفضل يا أخ عبد الهادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. مساك الله بالنور، تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن، هل أفضل القراءة الجهرية أم القراءة السرية؟ في الصلاة ولا غير الصلاة؟ لا في غير الصلاة. طيب إن شاء الله. وهل في القراءة السرية يعني يجب تطبيق أحكام التجويد؟ طيب إن شاء الله. وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير يا أخ عبد الهادي. طيب الأخ سليمان تفضل. ألو. نعم يا أخ سليمان تفضل. مرحبا الشيخ منصور، كيف الحال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. الله أسأل عن المذي في رمضان، هل هو يفطر ولا لا؟ يفطر الصيام ولا لا؟ ما هو؟ المذي، مذي مش المذي. نعم. المذي. إن شاء المذي إن شاء الله. أيوه. هل هو منقض للصيام ولا لا؟ طيب إن شاء الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير. شكرا بارك الله فيك. الأخ حمد تفضل. يا أخ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الله يسلمك. طول عمرك. عندي سؤال عن الأدعية في بعض مجاليات الصلاة التراويح. نعم. في أدعية بين القيام والقيامة. نعم. يقعدوا يرددوها مع بعض. نعم. كيف وردت في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يعني تقصد الأدعية التي تقال بين الصلوات، بين القيام والتراويح، صلاة التراويح. نعم. بين القيام والقيام في أدعية يردوها مع بعض. نعم نعم. طيب خير إن شاء الله. سلام. الله يجزيك خير، جزاك الله خير. الشيخ أبو بكر بعض الأسئلة إن شاء الله نجيب عليها، جزاك الله خير. أخونا محمد يسأل سؤال الأول عن الغيبة، من وقع والعياذ بالله لا سمح الله في أنا اغتاب أخا له وشعر أنه يعني فعل منكر ومعصية، هل هذه الغيبة لها كفارة وما هي الغيبة؟ ليست لها كفارة إلا التوبة. الغيبة إذا اغتاب واحد لأحد فعليه أن يتوب الله أولا، وثانيا أن يرضي هذا الرجل إذا استطاع ويقول له يا فلان إني قلت عنك كذا وكذا فارض عني فاعف عني، هكذا يقول له، فإذا رضي فنعم وإلا فيتوب الله سبحانه وتعالى. فقال بعض العلماء إذا لم يستطع أن يرضي المغتاب فإن